لابد علينا نحطو الشريط في الارض باش الجهه اللي يدخل منها والجهه اللي يخرج منها كاين مشاكل باش اليوم نرجعو قفاز بلا قفاز ومانيبولي ينجمو يشدو يفو افوار دي كون يفو كو لي بيرسون كي سوا دان لي بيرو دو فوت ايدي 150 ناخب ومكتب اخر فيه 500 ناخب اذا كان من الواجب من باب الاقتصاد ان يكون التوزيع حسب الهيئه الناخب والهدف يعني الوحيد بان الصحيه نضمن صحة النخب بمعنى المواطن وهذا مضمون إن شاء الله وكذلك صحة المستخدمين داخل مكاتب الاختراع بأن العملية تتم في التباعد الجسدي في بعض التدابير الصحية المعروفة ليكون النقص لأن هي المراكز هذه مغلقة وتعلمون باللي تنقل تاع الفيروس في الأماكن المغلقة هو حرف كبير وهو خطير بالنسبة للعالم.